بجانب انك اسطوره في تاريخ كره القدم الالمانيه بشكل عام، فانت اسطوره لنادي كولن الالماني، واحد من الانديه الكبيره في الدوري الالماني. مؤخرا النادي الاهلي في مصر ضم مهاجم من فريق كولن هو انتوني موديست. هل تتوقع نجاح انتوني موديست خارج المانيا، خارج فريق كولن، وطبعا بعدها كان راح بروسيا دورتموند بس تاريخه الاكبر في كولن، هل تتوقع نجاحه مع النادي الاهلي؟ نعم، بكل تأكيد أحرز هدف رأيته في المباراة الأخيرة، وهو لاعب رائع، لاعب قوي وجيد، يحتاج بعض الوقت من وجهة نظري، وأعتقد أنه سوف يتأقلم بسرعة لأنه أيضا الفريق النادي الأهلي يمتلك لاعبين قوية أيضا ورائعين، وسوف يساعد ذلك، يساعد موديست بالتأقلم مع بقية اللاعبين وسوف يظهر بشكل جيد. ده خلاني أسألك، هل أنت متابع جيد لكرة القدم المصرية؟ للأسف أنا أرى فقط الهايلايتس وبعض اللقطات والأخبار وأتابعها، ولكن أتابع أيضا منتخب مصر في بعض البطولات، وأتابع بعض اللاعبين وبعض الفرق. طبعا أعرف محمد صلاح وعمر مرموش في ألمانيا، أعرفهم بشكل، وأتمنى لهم التوفيق، هؤلاء أعرفهم بشكل جيد. عمر مرموش تحديدا في الدوري الألماني، تألق مع فولفسبورغ الموسم الماضي وبداية مع إنتراخت فرانكفورت هذا الموسم، كيف تقيم أداء عمر مرموش حتى هذه اللحظة في مشواره القصير في الدوري الألماني؟ عمر مرموش لاعب رائع، نعم لعب ايضا، هو من وجهة نظره لاعب ممتاز وظهر بشكل جيد مع فولفسبورغ في المانيا.